كلنا كنا مستنيين 2020 تخلص، بعد كده اكتشفنا ان اللي بعدها اصعب. رجوع الحياة لطبيعتها طلع ليه طبيعة تانية خالص، التحديات بقت ورا بعضها. فانا هكون معاكم كل اسبوع عشانكم وليا انا كمان، اشارك معاكم مديتيشن كده صغيره سريعه، واتمنى انها تكون بتديكم وتديني انا كمان كومفورت وامل وسلام وهدوء داخلي. يلا بينا. ازاي نتجنب الاحتراق العاطفي؟ الاحتراق مش بيجي من الشغل، لا، بيجي اكتر من الحزن، من القلق. متطلبات الحياة كل يوم كده ليه تحدياته، في الشغل تحديات مادية مالية، في الصحة، في الأسرة. عارفين زي البهلوان كده اللي بيقعد ينطط كور وفي نفس الوقت لازم تفضل رجليه ثابته في الأرض مكانه. وأكتر حاجة بتقضي على الستابيليتي والثبات ده هي المشاعر السلبية، بتقضي على المشاعر الإيجابية اللي بتدينا طاقة، وهو ده بقى اللي بيودي للاحتراق. من أحسن الطرق اللي تشيل الهموم دي من على كتفنا هي إن احنا نلقي همومنا على ربنا. وعلى فكرة هو مش تو بيزي ان هو يهتم بالحاجات الصغيرة اللي احنا بنعدي بيها، لا، هو مهتم. فلا تقلقوا، بل في كل ظرف اعلنوا لله طلبتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وعقولكم، اطرحوا عليه كل همومكم فهو يهتم بيكم. يا ترى ايه اكتر حاجه فرقت معاكوا المره دي؟ طب ازاي تقدروا تطبقوا الكلام ده الاسبوع ده قبل ما اكون معاكوا الاسبوع الجاي بموضوع جديد وتطبيق جديد؟ مستنياكوا تشاركوني. looking forward.